احنا بنعملها عشان نخدم الفتاة العربية في مجتمعنا انها تبرز. هلا لانه احنا عايشين في اسرائيل وكأقلية بدل حقوقنا مهضومة واحنا لازم نحارب ونجتهد عشان نبرز وننجز. فأنا قلت بدي أعمل مسابقة اللي فيها تقدر تشارك صبايا صغار. هالأدوار الصبايا اللي مشتركوا بالمسابقة بتقوى شخصيتهم، بتعلموا يحكوا، بتعلموا يمشوا، بتعرفوا على لجنة حكم من شخصيات كبيرة على المستوى العربي. هلأ معنا مثلا الإعلامي الكبير محمد أبو عبيد على سبيل المثال وطوني قطان اليوم. بنبني تواصل زي كيف عملنا هاي المرة، كل ما بصير عنا يمكن سنة جديدة للبنات نجي لهون نتعرف عليها أكثر، وهيك بصير تواصل. يعني إحنا إسا موجودين بمحل يعني إحنا بنعتبره بلدنا، يعني عيلتنا وشعبنا. يعني هي مسابقة ليه مهمة؟ لأنها كمان بتحط فلسطين على الخارطة إنه يكون في مسابقة زي هاي هون، لأنه هاي مسابقة عالمية، يعني بيقدروا يشتركوا في مثلا مس يونيفرس، مس إيرث، في كثير مسابقات مس وورلد إنه فلسطين موجودة. ليش ما يكونش هيك إشي؟ فيعني إحنا لازم ننظر عليها كإشي ثقافي. فبتمنى إنه يعني السنة الجاية حدا ينظم هاي مسابقة عن هالشكل، لأنها كمان بتدعم الفتاة وبتدعم الدولة.